أهلا وسهلا بكم. اليوم راح نسوي قبة الصينية، قبة العراقية بالصينية، هذه اللي تشوفوها أمامكم. تعالوا وياي حتى أشوف لكم المواد المطلوبة وطريقة العمل. عزيزتي، اليوم راح نسوي قبة الصينية، قبة البرغل بالصينية. عندي هنا كوب ونص برغل، هذا الكوب قست بيه كوب ونص برغل. راح اخلي له مي دافي وانقعه لمدة ساعتين الى ان ما احضر الحشوة. بس احركه شوية لانه المي مو كلش يعني يغلي، خليته كاسرته شوية. هذه كبة الصينية لازم تخلي لها مي دافي، يعني تنقعيها بمي دافي، بس الكبة المقلية أبد لا تنقعيها بمي دافي، انقعيها بمي بارد واتركيها، لأنه أكو فرق بين الكبة الصينية وكبة المقلية، يعني بطريقة الطبخ والتحضير. هسه راح أتركها تتنقع وأحضر القيمة اللي أحتاجها للكبة وأرجع لكم. بعد ما انتهيت من تحضير القيمة أو الحشوة، لحم مثروم حوالي نص كيلو مع بصلتين حجم متوسط، وضفت له ملح، حمصتهم كلهم مع بعض، وضفت له ملح وملعقة أقل من ملعقة طعام فلفل أسود وسبع بهارات. البهارات والفلفل الأسود كميتها حسب الرغبة، يعني إذا أنت تريدين أكثر أو أقل، هذا يعني حسب رغبتكم أنتوا شلون تحبون الأكل، إذا حاد أو يعني متوسط. بعدين عندي البرغل، بعد ما نقعته بالماء الدافي مدة ساعتين، صفيته من الماء كله، عصرته وخليته هنا. هسه راح أضيف له، ما اضيف له كثير من الملح لانه حطيت ملح بالقيمة، يعني تقريبا ملعقة طعام، اقل من ملعقة طعام ملح اضيف له، واضيف له ملعقة طعام من الكمون، وعندي هنا همنا ملعقة طعام من معجون الطماطم، راح اضيفها للخلطة. عندي القيمة مثل ما قلت، حطيت كوب ونص برغل، هذا كوب ونص قيمة، اذا تحبين اكثر تسويها كوبين او كوب، تكتفين بالكوب ونص يعني همنا يعني ترجع لكي. ساضيف اللحم وراح اضربهم بالخلاط لانه انا ما اقدر اعجن بايدي. اذا انت يعني تقدرين تعجنين بايدك، هو كلش يعني عجينه كلش سهله ما تتطلب جهد، بس انا لاسباب صحيه ما اقدر. هسه اعجن هذه المواد وارجع لكم. بعد ما جهزت عندي العجينه كلها، صارت بهذا الشكل، قسمتها الى قسمين. عندي هنا صينيه، صينية الفرن، خليت بيها زيت وراح امسحها كلها بالزيت، وابدي افرش نص العجينة بالصينية والنص، واخلي القيمة، وبعدين النص الثاني اخليه على الوجه. اخذ، مو اخذ كل النص الاولاني، اخذ على قد ما احتاج، احاول افتحها بايدي شوية بهاي الطريقة، افرش بالصينية. حاولي لا تكون الطبقة كلش ثخينة ولا كلش خفيفة، هاي الكمية اللي سويتها تكفي صينية كاملة مثل هذه اللي امامي، صينية متوسطة الحجم. حاول اوزعها كلها واغطي مقعر الصينية كلها بهاي العجينة اللي سويتها. هكذا انتهيت. هسه راح اخلي اللحم المثروم اللي عندي اوزعه كله بالتساوي عليها، واخلي اخر شيء العجينة الثانية على الوجه. عندي الزبيب
واللوز حسب الرغبة، إذا أفراد العائلة عندك يحبون الزبيب واللوز تخلين، إذا ما يحبون حسب الرغبة. هو عندي اللوز أيضا، خلي شوية. هسه راح ابدي في الجزء الثاني. عندي للجزء الثاني عندي نايلون جبت، نقعته شويه بالماء، وهسه راح افتح العجينه على جزئين واخليها على الوجه حتى لا يعني تصير صعبه يعني من اخليها بالقالب اللي عندي او الصينيه. هكذا راح افرغه، اجيب الصينية علي، اخذ العجينة احاول انزلها بالتساوي، اشيل النايلون منها، افرغ الجزء ايضا. حاولي تخلين مي عندك حتى يعني تنقعين ايدك شوية بيه من دا تعدلين العجينة، عجينة الكبة دوسيها شوية، اضغطي عليها حتى يعني الهواء الموجود هم يخرج من عندها وهم تتماسك كلها بصورة جيدة. هذه تقدرين تسويها وتخليها بالفريزر هي والصينية، اذا ما تريدين تسويها لنفس اليوم مثلا الى ثاني يوم او بعد اسبوع عندك عزيمة دا تحضرين هالشكل اكلات، يعني تقدرين تخليها بالفريزر كاملة، بس تطلعيها من الفريزر ساعتين تتركيها برا تذوب شوية وتخليها بالفرن. هسه راح اقطعها مكعبات مربعات واخليها فرن ساخن، اخلي لها زيت شوية على الوجه حتى لا تنشف بالفرن، أوزع الزيت أيضا عليها كلها بهاي الصورة، تزينيها باللوز. أنا قطعتها مربعات كبيرة، أنت إذا تريدين أصغر. هذه كبتنا، كبتنا العراقية، الكبة الصينية نسويها بهذه الطريقة. هسه راح أخلي الصينية بالفرن وأشويها وأرجع لكم. عزيزتي هو هذا الشكل النهائي والأخير لكبتنا، كبة البرغل بالصينية، هو هذا شكلها النهائي الأخير. أتمنى تعجبك وصفتي وتجربيها، وشكرا جزيلا للمشاهدة.